ولكن جاني غيجي معاه اسورتي. شوفوا اللون يعني قليل في القاب بحال هذا اللون. ها انتم 50 درهم خديته مع هذه اللبسه غيجي. انا هادو كنعتبرهم اللي بازيك اللي خصهم يكونوا عند اي وحده فينا، سواء تحسوا بالكاليتي ديال الثوب. هذه مع زارا. سلام، كي دايرين لاباس عليكم؟ الفيديو ديال اليوم غيكون عباره عن مشتريات لفصل الخريف وفصل الشتاء. هادو اول مشتريات غنشريهم في هذا الفصل. كيف ما شاركت معكم فيديو ديال حوايج البرد، ملي كنجمعهم بحال دابا العام اللي فات فجمعت حوايج البرد، راني حيدت كاع داكشي اللي ما بغيتش، ماشي كان اللي ما لبستهاش ماشي كنعاود نخبيها. بحال دابا في الصيف حوايج الصيف جمعتهم ديجا حيدتهم وديجا عطيتهم اللي باقا مزيانه اللي باقاش مزيانه حيدتها تخلصت منها، باش العام الجاي ما كنبقاش جامع عليا داكشي اللي ما باغاش. هاد المشتريات هما اول مشتريات ليا في هاد العام ديال البرد. شاركت معكم في الصيف المشتريات ديالي ضروري، هكا كنبغي نزيدو شي بياسات اللي كيكونوا خاصينا، شي حوايج على الموضه، شي حوايج اللي كيكونوا بازيك او لا اساسيين. المهم غنشارك معكم داكشي اللي خديت. الصراحه ما عرفتش باش غنبدا، ولكن عندي هنا واحد الكريطينه اولا يعني واحد الكوليه وصلتني من فرنسا، صيفطت ليا بنت خالتي. المهم انا عارفه شنو فيها، لان بصراحه انا اللي كوموندي داكشي، كانت مسكينه كدير شوبينغ وقالت لي شوفي اللي بغيتي قوليها ليا ونصيفطها لك، زعما تصيفطها ليا حتى لهنا صافي. المهم اختاريت داكشي اللي بغيت غنشارك معكم. هي الاولى حيت تلبس ما عرفتش واش نبدا، اللهم هذه مجموعه نقول لكم شنو فيها. المهم كيف ما قلت لكم راني عارفه شنو فيها، ولكن المهم غنبدا غنحلها، واللي جاتني الاولى غنوريها لكم. المهم خديت لي زيسباد غير حيت ديال تما راكم عارفين تيكونوا زوينين، ديال فرنسا ديال اوروبا اون جينيرال تيكون لا كاليتي ديالهم مزيانه. المهم اول حاجه خديت هذه من عند نايك، خديت هاد لي باسكيت اللي كيجيو هكا، راهم معروفين بحال هادي البنات كتجيني انا من لي بازيك هكا في البيض. انا كيحمقني لي زيسبا او لي باسكيت في البيض، كيعجبوني بزاف، كيجيو مع كلشي وفي نفس الوقت كيجيو انيقين. المهم هادي اغ نايك فورس، راه معروفه بزاف البنات اللي خداوها، سواء تاخذوا لوريجينال سواء تاخذوا شي حاجه دو كاليتي. المهم هادي راه لوريجينال. البنات اللي غيبغيو يعرفوا الثمن، هادي كانت 109 اورو يعني علين 1100 درهم، زوينه وكتبقى عندكم ما كتطلعش في الراس، كتجي على هذا الشكل بحال من عند نايك. من عند اديداس البنات خديت هذه. المهم انا خديت كلبس 38 خديت 38، كنت باغا ناخذ 39 قلت لها ما عرفتش تجيني مزيره، قالت لي لا هنا راه عندنا البوانتيو عندنا يعني وافيه خذي الرقم ديالك. خديت 38 الصراحه ما ندمتش جاتني زوينه. خديت هاد اديداس اللي معروفه راه ما كدير موضاش، هذه اللي فيها الخضر هنا كتحمقني، كانت كتعجبني من ايامات المدرسه زوينه، هذه ما كديموداش وكيبقى لو بري ديالها راه لو بري ديالها طالع ماشي كيطيحوا فيه، لان كتبقى بارمي هذوك لي بيس ديال اديداس لوريجينال ديال اديداس. هذه البنات كانت دايره 1200 درهم، 110 اورو هي 1200 درهم تقريبا، 1200 ولا 1200 ولا 1300 المهم على حسب الاورو شحال داير. المهم 110 اورو هادو هما اللي خديت في رجلي، خديت هادو. وثالث حاجه البنات اللي خديت هما هادو، شكون اللي ما كيعرفهمش وشكون فينا اللي ما كتحماقش عليهم، هادو ديال الكوير واعرين كيجيو مع كلشي فني. انا بعدا كيحمقوني حتى هما شفتهم عند بنت خالتي وشكرتهم ليا بزاف وقالت لي لا كاليتي ديالهم فنه، قلت لها عافاك خدي ليا منهم. هادو من عند واحد المغازا حداها واعرين، راه كيديروهم ستخا دي بيرشكا بزاف لي مغازا، ولكن كيكون عندهم هذيك السنسله كتخسر وكتعذب. هادو جايين بحال الكولو وكيكون مقطن من الداخل، عرفتي راه سخيخن مقطن، ولا كاليتي ديال الكوير ديالهم البنات رائعه واعر. حمقوني هادو، قلت لها خدي ليا ثلاثه الالوان، وقيلا ما لقاتش لي واحد لاطاي، ما لقاتش لي لاطاي ديالي في الكرونه وخديته في النوار وخديت في هذا البيج فني. شوفوا النواغ البنات كيفاش كيجي، شوفوا النواغ كيفاش كيجي، عرفتي لا كاليتي ديال الكوير ديالهم زوينه بزاف، حتى ايطام راه كيديروهم. هادو كانوا معرفش واش ما بين 300 حتى 350 درهم، وقيلا ما بين 30 حتى 35 اورو حيت كانت صورت ليا كلشي. مهم زوينين عجبوني هادو، خديت هاد اللون كيف ما قلت لكم. انا قلت لها خدي لي حتى الكرونه ولكن ما لقاتش ليا، واقيلا لا طيب ما عقلتش انا عند بالي راه صيفطتهم ليا. المهم قالت لي حتى المره واحده اخرى ناخذهم زوينين. ومن عند زارا البنات خارجين واحد لي ساك زوينين،
هي اللي خدات واحد الخضر زوين صراحة بنتي ما خديتوش. دابا نمشي لزارة هنا لقيتو غناخدو، غير ما بغيتش ناخذ نفس الشكل. شوفوا البنات مع زارة ولا كاليتي ما نعاودش ليكم، عرفتي واحد الملمس ديالهم كتحسوا بالكاليتي ديال الثوب. هذه مع زارة وكان رخيص، هذا ما غاليش بزاف 250 درهم، 25 اورو. ها هي باقا مكتوبه فين 25 اورو، 25 نقولوا 26 اورو، يعني شي 5200 هكا. زوين حتى هذا بارمي لي بازيك. هذه تلبسي كسيوة، تلبسي بحال دابا انا لابسه هذا، يجيني زوين مع الشط. اما تهزوه بحال هكا واما تهزوه غير في يديكم بحال هكا. زوين. بنت خالتي خدات واحد اللون خضر، عرفتي زوين فن، غير ما عرفتش ما زعمتش ليا، ولكن ملي شفتو عندها عاد عجبني. الا لقيتو في زارة غناخدو، اولا نقول لها من بعد صيفطوا ليا هو هذا ديال الكرونة. المهم كي جاكم البنات قولوا لي لي زارتيكل اللي عجبوكم. كفكره البنات اللي عندكم شي واحد هكا في برا، ما فيها باس هكا مني مره مره يدير لكم شوبينغ، وخا غير جوج مرات في العام كتاخذوا لي زارتيكل كتحسوا بهم لا كاليتي ديالهم صراحه طالعه وزوينه. صافي كانوا هادو هما المشتريات اللي خديت من فرنسا. وبنت خالتي كنقول لها شكرا بزاف على تكلفت ليا، ومسكينه ما عرفت غير نلقاهم هنايا الصراحه، عيطت ليا قالت لي راهم موجودين، تكلفت بكلشي بلا ليفريزون كلشي. كتعرف واحد السيد مولكا، المهم تكلفت بكلشي. كنقول لك شكرا اختي بزاف بزاف، ونرد لك ساعه الخير ان شاء الله. دابا البنات غندوزو لهاد المكازا نوني، دائما كندير انا اشهار فابور دائما قبل من ندير اليوتيوب، كيعجبوني لي زارتيكل ديالهم. في الصيف راني شاركت معكم، خديت من عندهم لي ساك، خديت من عندهم سنيدلات، لا كاليتي ديالهم زوينه. سنيدلات راه باقيين عندي جدادين وفنين، ولبست فيهم واللي شافهم كيعجبو، يعني كيجيبوا لا كاليتي زوينه. خديت جوج الحاجات، اول حاجه هي هاد لي بوت، كيجي على هاد الشكل، ماشي لي بوت غير هذا بوتين، ماشي نوري لكم كيجي زوين بزاف. البنات كنحاول نشارك معكم غير داكشي اللي خارج، بحال دابا دوك السريولات ديال الكوير، لي باسكيت، فهمتوا؟ هاد بغيت نوريكم غير هاد ديزاين راه خارج طوندونس، كاين بحال هذا كيكون في الباج، يعني بحال الجلد ديال الثعبان راه خارج طوندونس. شفتوا هذا الفن عجبني بزاف. شفتوا هاد السلسله ما كتحلش، باغ كونطخ هادي اللي كتحل هنا كتحسوا بلا كاليتي ديال الصباط. انا الصباطه الصراحه ما كنبغيش ناخذ اي حاجه، واخا كيكونوا عندك مره مره كتزيدي هكا جوج اولا ثلاثه باش كتلقاي باش كتبدلي وكيبقاو لك مزيانين. قولوا لي كيفاش جاكم هادو ثاني مع لي باتوكساوي، يا سلام، ولا حتى مع دوك السريولات. المهم خديت هذا، انا نقول لكم حتى الثمن. بالنسبه للمغازنوني راه عندهم انشين فيها ليلى لايف اللي بغيتو تدخلوا ليها، كيف ما قلت لكم اشهار فابور لان مغازا كتستحق، كيجيبوا لا كاليتي، كيجيبوا غير الحوايج ديال لسبان وديال لا فرانس، هادشي باش كيخدموا. هذا البنات معقلش على الثمن بزاف، ولكن غيكون واقيلا شي 270 درهم ولا 278، المهم ما كاملاش 300 درهم. من عند نفس المغازا خديت واحد لي اوغ كي دايرين البنات فنين كيحمقوا، شفتهم عندهم في اللايف، كانوا دايرين واحد اللايف ديال لاغيفاج اللي كان جاهم، وعجبوني بزاف. قولوا لي سانتوما شوفوا لي اللون، شوفوا لي اللون بعدا، ماشي دائما لبسوا غير الكحل والكري والالوان الغامقه والماغو في البرد، مره مره ندخلوا هاد الالوان كيجيني فيهم الانوثه الحياه. شوفوا لي البنات كيفاش داير، شو الديزاين قلت لكم راه خارج طوندونس، واعرين واعرين. هادو عجبوني والثمن ما غاديش تسيقوا، لا كاليتي ديالهم غير نادر مع داكشي اللي كاين في السوق. شوفوا هنايا كيجيو كلهم مقطنين سخيخنين فنين، شوفوا لا توش فيمينين، انا حمقوني بعدا. هما يقولوا لي نتوما واش ذوقي بحال ذوقكم، شوف عرفتي ملبوسين كيجيو فنين. يا اختي 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 هادو البنات كانوا ب 220 درهم، 219 220 درهم. مهم الا غلطت في الاثمنه ملي غنبغي ندير المونتاج، الا غلطت في الاثمنه خليكم مكتوبين هنايا، انا هادشي اللي عقلت عليه. فوالا كي جاكم زوينين. مشيت البنات حتى عند اي سي واي كيكي، كيكون عندهم بعض المرات لي زارتيكل زوينين. المهم انا هاد المشتريات كناخذهم ملي كنكون في الخدمه، كنخرج اونتر ميدي دو، كندور هكا في لي ماغازا ولا غنتغدى، كل مره كنخطف حاجه ما شريتهمش في كلهم.
غير كيف ما قلت لكم اللي باقا ما لبستهاش راني شاركتها معكم. المهم خديت هاد التريكويات اللي زوينين هكا بازيك. شوفوا هذا كيجي كبير شويه كيجي عريض، الصوفه ديالو زوينه وفي هاد لو بيتي ديتاي ما كيبري، ماعرفش كيبان لكم لا لا، في هاد الخطوطه كيبريو بالدوغي لو كول ديالو بحال هكا. المهم زوينين كيجي طايح من الكتاف كيجي على هاد الشكل زوينين ديال كل نهار. بحال دابا هادي لبسه مع الجين وهذوك الباسكيت جي زوينه، اولا مع هادوك ديال الكويه وشي شي حاجه في رجلي. المهم ديال كل نهار هاد اللوينات حتى هما كيفتحونا هكا في البرد. وخديت من عندهم ثاني هذا، شوف كيفاش كيجي، هذاك فيه الدوغي وهذا فيه لارجونتي. كيف ما قلت لكم كنبدلو، شوف هذا كيجي فن مطلوق، تلبسو هكا وفوق منه شي مونطو خفيفه ولا شي جاكيت. شفتوا كيفاش كيجي، حتى هو كيجي عريض وهذا فيه هاد بحال هكا كول في، وحتى هو الكتيفات كيجيو طايحين زويون. الاثمنه البنات هذا كان رخيص بزاف، كان 179 درهم وخديته انا من السول ب 89 درهم، يعني شوفوا 89 درهم زويون. في هادو بحال هكا متقبين زوين. هذا نشوفوا الثمن ديالو، هذا كان واقيلا بشي هذا 150 درهم 149، هذا 150 درهم والاخر 189. هذا ما كانش سولد، الاخر اللي كان سولد. هادشي اللي خديت من عند ال سي واي كيكي. كتعرفوني كنحماق على القيصريه، المهم ضروري ندخل لكم لي زارتيكل ديال القيصريه اللي كيكونوا رخاصين وفي نفس الوقت زوينين. كيف ما قلت لكم في الصيف كنمشي ناخذ دوك التيشورتات وداكشي ديال 50 درهم عند واحد السيد حدانا، والله العظيم لا زوينين كينفعوني، نلبسهم في الدار نلبسهم برا غير مع الجين وشي حاجه زوينين كيحلوا المشكل. وحتى في البرد كيجيب لي زارتيكل فنين، عرفتوا البنات غندير لكم شي نهار جوله غير عنده، عنده كسيوات كيحمقوا، عنده جويكتات، عنده لي شوميز، دابا نوري لكم واعرين زوينين بارابور بري كاليتي، والله العظيم زوينين لا بالنسبه للبنات اللي خدامات، البنات اللي كيقراو، البنات اللي ما خدامات ما كيقراو يبغيو يتفركسوا، عنده داكشي فن والاثمنه جد مناسبه. انا غنوريكم شنو خديت، مشيت عنده في العشيه لقيت الدنيا عامره، ما غنصلحش نصور انا غير باش نقيس لقيت مشكل، شي نهار غنمشي في الصباح وندير لكم جوله. المهم فكروني في لي كومونتير. شوفوا البنات غنبدا لكم بهذه هي الاولى لا شوميز، شوفوا كيفاش دايره، شوفوا اللوين بعدا كيف ما قلت لكم في البرد نخرجوا شويه من الالوان. شوفوا لا كوب ديالها ما كتجيش لاصق، كتجي عريضه من هنا مطلوقه بحال الاوفر سايز، انا عجباتني هنا مسدوده بحال هكا، وهنا فيها هاد لي بوطون بحال هاد الشكل. نقرب لكم لي بوطون كيفاش كيجي، عرفتي الاضاءه راكم عارفين ديال البرد كتكون ناقصه، كتجي زوينه بحال هكا وطويله. شو شحال طويله هادي، تجي مع داك السريويل ديال الكوير فنه صويبات في الكحل، وشي ساك يكون بحال هكا جن، انا تخيلت اللبسه بحال هكا تجي فنه. المهم قولوا لي هاد لا شوميز شحال تعطيوني، عندكم واحد 30 ثانيه باش تكتبوا الثمن، شحال كتخيلوها غتكون؟ انا بعدا جاتني رخيصه حيت لا كاليتي ديالها فنه. شوفوا كيفاش داير، راه مصوفه ماعرفش كيفاش نقولوا لها، مصوفه ولا ما سبقتنا. المهم سخيخنا ماشي بارده. هذه البنات كانت 100 درهم، هانتوما شوفوا ليا بارابور بري كاليتي راه هنيزه والله العظيم هنيزه. هذه 100 درهم وراه باقي عنده هكا هكا ديال الالوان، غنمشي شي نهار في الصباح وناخذ راحتي ونصور لكم وفي نفس الوقت نقيس شنو بغيت. من عند نفس المحل خديت هادو، ما عرفتش شنو كيقولوا ليهم، زوين زوين زوين، خاصو تشوفوهم البوس باش تعرفوا كيفاش كيجي، كيكونوا هكا طوالين وفيهم الحزام ومن اللور كيجيو هكا بالقب. شفتوا فن حتى هو حمقني، كنت خارجه غير نسخر وقلت لا ضروري غنحيد اختي من فلوس السخره. شوف هنا فيهم هذا بالنوار والجياب هال بحال هكا، فيه جوج جياب زوين، نلبسو ليكم باش تشوفو. كيجي فن هذا زوين، نقيس غير هاد جوج بياسات لان قلت لكم كان عنده دنيا عامره، ملي غنقول لكم الثمن غادي تصدموا. المهم غير بحال هكا كيجي تقريبا، حيت خصني نلبس ليه هذا غير السروال اللي غيجي معاه داكشي. شوف فن فهمتوا، كيجي هنا بالنوار
وهذا الحزيم هكا يا اختي. هذا البنات كان الثمن ديالو 150 درهم، وعنده في شي 4 ولا 5 الالوان اللي فيه كلهم زوينين. كاين البيج، انا قيست واحد البيج جاني شويه مزير، قلت لي حتى نرجعش باقي عنده، قال لي مازال الخير. اي اختي من القيصريه خديت واحد جوج سويكات كيحمقوا، منهم هذا ومنهم هذا، الثمن غيصدمكم اكيد غيصدمكم. كتعرفوا البنات هذوك لي ماكازا اللي في ماكدو، اللي مع ماكدو اللي في المعارف، كاينين هذوك لي ماكازا اللي كيديروا السولت ديال لي ساك، راهم رخاصين معروفين، كيديروا 100 درهم 150 درهم 50 درهم. صراحه ما عمرني خديت من عندهم، ديما كندوز كنشوفهم، ما عمرني زعمت ودخلت. انا كنت كنتغدى انا وامير، بانوا ليا قلت والله الا زوينين نمشي نسول، دغيا تغديت مشيت سولت اونتر ميدي دو، لقيت صدمت في الثمن. شوفوا البنات هذا اما تحيدوا لي هاد الصمطه وتهزوا بحال هكا بحال بوشيت مع جليلبا مع كسيوه مع اي حاجه، واما تلبسوا بحال هكا كيجي بحال السبور. شوف المهم حاجه راه كتلبس عاد كتبان زوين بزاف. قولوا لي هذا شحال الثمن ديالو؟ تاع اختي اختي اختي. هذا البنات كان الثمن ديالو 100 درهم، وكاين في الالوان، كاين في الموف، كاين واحد اللون واحد اخر يمكن فونسي مارون، انا عجبني هذا اللون زويون يجيني مع هذا. شوف البنات مع هاد التريكو، شوفوا فيه هاد الدوغيغ يجي زوين. المهم انا كناخذ في الاخر كيبانوا ليا الافكار، وخديت من عندهم هذا حتى هو، هذا خديته على قبل شي جليلبه ولا شي كسيوه. شوفوا قولوا ليا واش زوين ولا ما زوين. شوفوا السنيسله ما نقولش لكم هذا شي كاليتي زعما واو، ولكن قاضي الغرض والله فهمت. اما كتهزوه بحال هكا كيف ما قلت لكم، هاد هاد الشكل راه خارج طوندونس، واما تهزوه طويل بحال هكا، واما تهزوه هكا، جوج بهم كيجي زوين مع جليلبه ولا كسيوه. يا سلام قولوا لي الثمن، ما نكذبش عليكم اختي نقول لكم الصراحه. هذا البنات كان سولت هو خديته ب 50 درهم. يلا قولي لي انت بحال دابا هذا مع صبيبات نيود وجليليبه ما غتبانيش انيقه، شكون يقلب لك كي داير؟ الصراحه انا لي ساك ولي صندال ولا السباطه كنبغي لا كاليتي، ما كنبغيش ناخذ اي حاجه، ولكن كتبغي مره مره كتخلطي بحال هكا. بحال دابا هذا 50 درهم صدق ما صدقش، ما عندي غرض فيه، نلبسو غير اربعه المرات ولا خمسه راه. كيف ما قلت لكم البنات راه انا بعض المرات غير كناخذ شي حاجه حتى كنجي للدار كتجيني اكيد مع شي حاجه واحده اخرى. شوفوا البنات دابا انا كنقلب في هذا ويبان لي هذا، قولوا لي واش يجي معاه ولا لا. يلا حكموا انتم، قسما بالله ما في بالي انا كل حاجه شريتها بوحدها، ولكن جاني غنجي معاه اسورت. شوفوا اللون يعني قليل في القبح بحال هذا اللون، ها انتم 50 درهم قديتو مع هذه اللبسه غيجي فن. دابا تخيلت انتم شوفوا سبحان الله هذه القضيه كتبقى عليا بزاف، كناخذ حاجه في الشرق وحاجه في الغرب، ملي كنجي للدار كنلقاها كتواتى ليا مع شي حاجه. ها انتم بالصويك ديال 50 درهم غيقادي اللبسه، يعني كون درت ساك في الكحل ولا في شي واحد اخر ما غيجينيش بحال هذا. شفتوا علاش مزيان طيحوا على شي هميزات كتخليهم ابار، بعد مرات كيكملوا لكم اللبسه. كان هذا ولا فيديو ديال اليوم بنات، غير سمحوا لي على الاضاءه راني جايه حدا الشرجم كنصور لكم في الصباح باش تبان الصوره مزيانه، ولكن بان ليا الجو بحال مغمم ما كاين مشكل. المهم كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم، الا عجباتكم خليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، واش عجبكم ذوقي، عجبكم المشتريات، واش كيعجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات. شاركت معكم شنو خديت، طليت عليكم هكا طله خفيفه باش ما نغبرش عليكم، وعرفتكم شويه على ذوقي، واخا ما خديتش داكشي متناسق كل حاجه بالجهه كيف ما شفتوا، ولكن مع داكشي اللي عندي غينفع، مع مازال غنشري شي حاجه ضروري غنوريو لكم ان شاء الله يكونوا ملبوسين هكا باش تاخذوا افكار. كنقول لكم تهلاو ليا فراسكم وبسلامة عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ونبغي نشوفكم ديما ناشطات فرحانات النهار ديال فراسكم. بسلامة عليكم كنبغيكم كاملين، شكرا شكرا بزاف على تعليقاتكم. البنات اللي كيبغيوني كنقول لكم تانا كنحمق عليكم والله يعطيكم ما تمنيتو بخاطركم، وبسلامة عليكم.